معانا بقى النهارده في حلقتنا عالم شرير. ايه ده؟ ايه اللي انا بقوله ده؟ ايوه طبعا شرير، انا مسؤول عن الكلام اللي بقوله. ده كمان عمل جرائم وكوارث في البشريه. عمل جرائم كبيره جدا جدا. العالم اللي معانا النهارده ده عاش وحيد وكمان هرب في نهايه حياته. كانوا بيطاردوه ومات لوحده وحيد وهو خايف. الحقيقه يستاهل. أيوة طبعاً بقول يستاهل. عارفين ليه؟ لأنه فعلاً يستاهل اللي حصل له. أكيد كلكم عارفين أو عايزين تعرفوا اللي حصل له. طب أنا في حلقة النهاردة بقى وإنتوا معايا هقول لكم إيه اللي حصل له. العالم ده اسمه جوزيف منجيلي. عايزين تعرفوا إيه اللي حصل له؟ تعالوا معانا في حلقتنا وإنتوا تعرفوا كل حاجة عنه. جاهزين؟ أنا كمان جاهز. يلا نستعد ونروح له كلنا مع بعضينا. يلا بينا. هبدأ معاكم بقى حلقتنا النهاردة بسؤال يبدو غريب شوية. تفتكروا العلم طيب ولا شرير؟ سؤال طبعاً عجيب شوية في بداية الحلقة. طيب، في الحقيقة العلم ما ينفعش نقول عليه أساساً طيب، وكمان ما ينفعش نقول عليه شرير. ليه بقى؟ لأن العلم بيساعدنا إننا نعرف، والمعرفة قوة. إزاي نوجه القوة دي؟ هي المشكلة. لكن العلم نفسه محايد، لا طيب ولا شرير، لكنه بالتأكيد مفيد. بالظبط، مفيد ونافع للي بيملكه. الموضوع مرتبط بتصرفات العلماء، والعلماء في النهاية بشر، في منهم الطيب وفي كمان منهم الشرير. برافو عليكم. والموضوع ما ينفعش يقف بس عند الطريقة اللي ممكن نستخدم بيها العلم ده ونوجهه ناحية الخير أو الشر، لكن كمان إزاي بنقدر نوصل للعلم ده، وهل وصلنا ليه من خلال تصرفات سليمة ولا ارتكبنا أخطاء في سبيل الوصول للمعرفة دي؟ يمكن علشان كده واحدة من الحاجات المهمة واللي لازم نهتم بيها كلنا هي أخلاقيات العلم. مهمة جداً جداً، اوعوا تنسوها. إزاي مفروض العلماء يتصرفوا وإيه اللي بيحكم اختياراتهم؟ وهل المعرفة هدف في حد ذاته ممكن علشان هنعمل أي حاجة؟ ممكن ولا لأ؟ للأسف كان بقى عالم حلقتنا النهاردة، أو ممكن عارفين هنسميه إيه؟ هنسميه اسم كده ممكن نطلق عليه ملاك الموت. ايه ده؟ فعلا؟ اسم طبعا صعب قوي، بس هتعرفوا انا ليه قلت عليه كده. كان جوزيف منجيلي واحد من العلماء اللي اخذتهم شهوة المعرفة لامور سيئة جدا. ارتكب في سبيل البحث العلمي جرائم، مش جرائم بس، كمان كوارث تعتبر وصمة عار، مش بس في حقه، ده كمان في حق الإنسانية كلها. الغريب إن جوزيف منجيلي اللي هو في حلقتنا النهاردة بدأ حياته إنسان عادي جداً، عادي تماماً. أبوه راجل صناعة وأسرته أسرة ألمانية أوروبية عادية. كان كمان متفوق جداً في دراسته وجاد جداً. درس الطب وكمان الأنثروبولوجيا، وده علم بيهتم بدراسة الإنسان وأصوله وكمان تطوره. اهتم منجيلي كمان بأبحاث الوراثة، مش بس كده، أبحاث الوراثة والجينات اللي هي الوحدات اللي بتبقى شايلة الصفات اللي بتتورث من الآباء للأبناء. لكن الأزمة الكبيرة إن جوزيف منجيلي آمن في حاجة غريبة جداً، آمن في حاجة غير أخلاقية كانت هي السبب في كل الأمور السيئة اللي عملها بعد كده، هنعرفها أكيد. في ثلاثينيات القرن اللي فات مثلاً وصل هتلر والحزب النازي لحكم ألمانيا. كانوا بيؤمنوا إن البني أدمين بينقسموا لأعراق، ينقسموا لأعراق مختلفة، وإن في أعراق أفضل من أعراق تانية، وإن العرق الأفضل على الإطلاق هو عرق الشمال، الإنسان الأبيض. للعرق ده وللإنسان الأبيض الحق في إنه يحكم العالم كله. مش بس كده، من حقه كمان يتحكم في مصير الأعراق البشرية التانية، الملونين وغيرهم.
ده على حسب تفكيرهم واعتقادهم. من الواضح كمان انهم كانوا بيؤمنوا ان من الممكن تحسين الجنس البشري لو خلينا الافضل هما اللي يسودوا العالم وما يتجوزوش الا من بعض، وكانوا شايفين انهم هما عرق الشمال، العرق الافضل والارقى. طبعا دي فكره مجنونه جدا. مش بس كده، الفكره كمان دي يا اصدقائي فكره غير علميه. لسنين كتيره قوي كنا بنصنف الناس لاعراق، وده حسب لون بشرتهم وصفات تانية كمان، لكن العلم لما درس الجينات المسؤولة عن توريث الصفات دي علشان نشوف الاختلافات بين الأعراق المختلفة على حسب الجينات، اكتشفنا إيه بقى؟ اكتشفنا إن فعلياً مفيش اختلافات بتقسم الناس، وإن في أحيان كتيرة قوي بتكون الاختلافات في الجينات جوه العرق الواحد أكتر من الاختلافات الموجودة بين الأعراق المختلفة. وكل ما نزود من أبحاثنا في النقطة دي كل ما بيتأكد عندنا ده، مفيش حاجة اسمها أعراق على الأقل على مستوى الجينات اللي شايلة الصفات الموروثة. انضم بقى جوزيف منجيلي للنازيين، واعتقد زيهم إننا لازم نحسن البشر، وده مش هيحصل إلا لو ساد العرق الشمالي اللي هو الأبيض. مش بس كده، لازم كمان نتخلص من المرضى وأصحاب الإعاقات لأنهم شايلين أكيد جينات سيئة يستحسن نتخلص منها. ده في اعتقادهم. فاهميني طبعا يا اصدقائي؟ هنا بقى بينط في وشنا سؤال اخلاقي كبير جدا. هل ينفع نعمل كده؟ نقتل حد ملوش اي ذنب؟ نقتله لمجرد بس انه يعني جيناته من وجهه نظر شخص مش كويسه؟ للاسف ده اللي امن بيه جوزيف منجيلي، ومش بس امن بيه، ده كمان طبقه. العلم مش بيجاوبنا على السؤال اللي سالناه، لان العلم مش مهمته يقول ايه الصح وايه الغلط، ايه الجميل وايه القبيح، ايه الخير وايه الشر. دي مش مهمه العلم يا اصدقائي، دي مهمه، برافو عليكم، دي مهمه الاخلاق. بالظبط كده، الاخلاق اللي بنعتبر ان كل البشر، او اللي بتعتبر ان كل البشر حقوق، وان الحقوق دي لازم نلتزم بيها. مش بس كده كمان، الاخلاق دي بتدي لكل مخلوقات العالم حقوق، وبتقدر الحياة جداً، حياة كل حاجة في الكون من حوالينا. هنا الأخلاق يا أصدقائي لازم توجه للعلم، لأن العلم من غير أخلاق ممكن يبقى مرعب جداً ومؤذي كمان. خلي بالكم، أقول لكم بقى جوزيف منجيلي عمل إيه. جوزيف منجيلي اللي معانا في حلقتنا النهاردة خدم في جيش النازي. في البداية كان بيخدم على الجبهة وسط ضرب النار، وبعد كده خدم جوه المعسكرات، خدم في معسكرات النازي اللي كانوا بيعملوا إيه بقى تخيلوا؟ كانوا بيجمعوا فيها الأسرى واليهود والغجر والمرضى العقليين والمعاقين، وكل شخص يظنوا إنه عقبة في طريق تطور الإنسانية وكمان سموها والارتقاء بيها. حاز جوزيف منجيلي شهرة كبيرة جداً في المعسكرات دي، كان بيتقال عليه إنه هو أكتر دكتور بيبذل مجهود في المعسكرات دي. وعارفين بيعمل ايه؟ بيمارس كمان الجرائم. معقولة؟ طبعا كان بيمارس الجرائم بنشاط وحيوية وحب للي بيعمله. كان بيقسم المعتقلين لفئتين، فئة بيحكم عليها بالموت في غرف الغاز السام كمان والمحارق. طبعا دول بقى كانوا بيبقوا الضعفاء والمرضى والمعاقين، دي كانت الفئة الأولى. أما الفئة الثانية كانت فئة الأقوياء والأصحاء من الأعراق، من الأعراق الأدنى من عرق الشمال، ودول كانوا عارفين بيعمل فيهم إيه؟ كان بيشغلهم كعبيد، هي دي الفئة التانية. كان جوزيف منجليه مش بس كان مؤمن بأفكار تفوق عرقه وتحسين البشرية عن طريق التخلص من كل أصحاب العيوب والنقائص، ده على رأيه، لكنه كان باحث كمان. تخيلوا، اعتبر إن دي فرصته الكاملة لممارسة كل التجارب والأبحاث اللي حابب يعملها على ناس مالهمش أي حقوق، وكده أو كده هم في حكم الأموات بالنسبة له. أعداد كبيرة مش ممكن تتوفر لحد في الظروف العادية، وكمان يقدر يتحكم فيهم زي ما هو عايز ويعمل فيهم كمان اللي هو عاوزه من غير ما يقدروا يعصوه أو كمان حد يحاسبه. علشان كده اهتم منجيلي بالتوائم بشكل خاص. طبعاً كان حابب يعرف ايه الصفات اللي ممكن تبقى موروثة، وكمان ايه الصفات اللي الواحد ممكن يكتسبها من البيئة اللي حواليه. والتوائم يا أصدقائي نوعين،
في توائم متماثلة ودول بتكون ليهم نفس الجينات بالظبط تقريبا. أما التوائم التانيين توائم غير متماثلة ودول بيكونوا زي أي اتنين إخوات، في تشابه في جيناتهم لكنها مش متماثلة. برافو عليكم. وبالتالي لو مارس تجاربه ممكن يقدر يحدد بدرجة كبيرة إيه هي الصفات اللي جاية نتيجة الوراثة، أو يعني إزاي الشخص ورثها، هل من أبوه من أمه من أجداده، وإيه الصفة اللي بتكون حصلت نتيجة حاجات في البيئة اللي الشخص كمان عايش فيها وتأثيرها عليه كبير جدا. يقدر كمان يسجل القياسات اللي كان عايزها ويجرب الأدوية اللي بيحبها، سواء كانت بتعالج أو بتمنع أو بتتسبب في مرض معين. كان بيعمل إيه من جليه؟ كان بيسجل بياناته، وآخر البيانات دي نتائج تشريح التوائم. مش هتصدقوا نتائج تشريح التوائم بعد إيه؟ نتائج تشريح التوائم بعد ما يقتلهم. معقولة؟ إيه ده؟ فعلاً بعد ما يقتلهم علشان يدرس الأنسجة بتاعتهم واللي حصل فيها. التشريح كمان يا أصدقائي كان بيتم في معمل أنسجة أنشأه من جيلي. المعمل ده كان زي كده أي معمل أنسجة محترم في الوقت ده، معمل كبير. التزم جوزيف منجيلي بالدقة العلمية في الفحص، كمان تسجيل البيانات والإحصاءات، لكنه ما كانش محكوم بأي قيد أخلاقي. اهتم منجيلي كمان بدراسة المصابين بمرض التقزم، كان بيحاول يوصل للجينات اللي بتسبب كسر القامة، واهتم كمان بشكل غريب قوي بدراسة مرض بيسبب إن لون عين الشخص بتكون غير لون عينه التانية. يعني شخص ممكن يبقى ليه لون عينين، لون عين معينة والتانية لونها لون مختلف عن العين دي. كان يعني مصمم أو حابب يدرس إيه اللي بيحصل في الموضوع ده. عارفين كان بيعمل إيه؟ كان بعد ما بيقتل المصابين بالمرض ده بياخد عينيهم ويبعتها تتحلل. وصل منجيلي كمان إلى إن بقى يحاول يغير لون عين المصابين بالمرض ده عن طريق إنه كان بيحقن فيها مادة لونها أزرق اسمها أزرق الميثيلين. جوزيف منجيلي كان بيحاول يحقق إنجاز علمي مش مسبوق، معرفة محدش وصل ليها. كان عايز يسجل اسمه وسط أعظم العلماء، وكمان يستخدم المعرفة دي في تحسين جينات وصفات الجنس الألماني، الجنس الألماني الشمالي الأرقى، وعلاجه من أي أمراض ومنع كمان إصابته بيها. لكنه يا أصدقائي في سبيل ده مارس جميع أنواع الأفعال غير الأخلاقية. كان ماشي ورا معتقدات غلط بتقول بسمو عرق بشري على بقية الأعراق، وبتنفي عن بعض البشر حقوقها بما فيها كمان الحق في الحياة. طبعاً ده كان بيقتلهم. بعد كده انهزمت ألمانيا وانتهت المآسي دي، حصل إيه بقى؟ هرب جوزيف منجيلي وعاش وحيد منعزل بعد ما غير اسمه في قارة أمريكا الجنوبية. ناس كتيرة فضلت تدور عليه لكن محدش وصله أبداً غير بعد ما مات واتدفن. ممكن يا أصدقائي يفتكر البعض إن جوزيف منجيلي هرب من العقاب، لكن الأكيد إنه عاش عمره كله مطارد خايف وحيد بيطاردوا لعنات ضحاياه وكمان كراهية البشر كلهم. على فكرة أنا كمان واحد من البشر دول، أنا كرهته جداً طبعاً. إيه الشخص ده اللي عمله ده حاجة فعلاً يخلي البشر كله يكرهه؟ أصبح حتى بعد ما مات مثال للعلم لما يتجرد من الأخلاق ومن الضوابط وحقوق الإنسان، ومثال للعالم اللي بدل ما يتسجل اسمه وسط الناس اللي فادت البشرية، لا ده هيتحط في سجلات أعتى المجرمين. جوزيف منجيلي هو ده اللي كان معانا في حلقة النهاردة. لكن أصدقائي ما تقلقوش، الحلقة الجاية إن شاء الله هيكون معانا عالم كبير عظيم جداً في برنامجنا. استنوني الحلقة الجاية إن شاء الله، هتوحشوني جداً جداً. أشوفكم على ألف خير، مع السلامة.